دلوقتي خلونا نعرف أهم وأبرز الأحداث اللي هتحصل النهاردة، واللي أهمها هيكون أول ملتقى توظيفي قادرون باختلاف، هيوفر 400 فرصة عمل، وانطلاق فعاليات الملتقى العربي 14 للإعلام السياحي في القاهرة، وأخبار تانية كتير هنتابعها في التقرير التالي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم عقد أول ملتقى توظيفي سنوي يساهم في القضاء على بطالة القادرون باختلاف تحت عنوان خطوة، بالتعاون مع مؤسسة حلم في محافظة القاهرة في المبنى اليوناني في وسط البلد. الملتقى هيوفر 400 فرصة عمل للقادرون باختلاف من الخريجين الباحثين عن فرص، وهيشارك فيه 30 من كبرى الشركات العاملة بالسوق المصرية، وهتوفر فرص للعمل بمرتبات هتبدأ من 2400، ده بجانب امتيازات مختلفة بحسب الشركة ونوع العمل والإعاقة. كمان هتستضيف القاهرة فعاليات الملتقى العربي 14 للإعلام بمشاركة عدد من الدول العربية وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة. هيبحث الملتقى العديد من القضايا الخاصة بالسياحة في ظل الظروف الراهنة من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. كمان هيساهم الملتقى في عقد عدة جلسات للمناقشة في المجال السياحي بين أطراف الدول العربية المتخصصين في قطاع السياحة. النهاردة هيعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماع الساعة 4 لمناقشة عدة أمور خاصة بأزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا. المجلس عنده رغبة في اتخاذ قرارات تحفظ حق النادي بعد ما كشفت وزارة الشباب والرياضة في بيانها إن اتحاد الكرة المصري هو المسؤول الأول والأخير عن الأزمة وتداعياتها اللي أضرت بكرة القدم. لعشاق الدوري المصري، النهاردة هيكون معادهم مع 3 مباريات قوية في الجولة 22 من المسابقة. المصري هيواجه الجونة الساعة 7 بالليل، وفي نفس التوقيت MP هيواجه فيوتشر، والساعة 9:30 بالليل الاتحاد السكندري هيواجه مصر المقاصة.